الله يكثر خيركم يا فهم عالي المقام. الأول السلام يا أهل الحفل واللي حاضرين، يا الغانمين اللي دعيتوا للرجال الغانمين. الله يبارك في الحفل والله يبارك في حسين، والله يديم راحنا وراحكم بالرسل. والثاني يهرم الدعانا صادق الخويلي، ما يعتذر عن دعوته لو عذرنا عذر سمين. بقافل احيانا الله يكثر خيركم يا فهم عالي المقام. الله يحييك. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا 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 اجمعين. عند ابن غانم طيب المبدا رضي الوالدين، وابن سريع على الكرم والجود من مضى السنين. حياكم الله عد ما لاحت بروق في غمام، حياكم الله عد ما لاحت بروق في غمام. الثاني يا سلم العرب معروف والمعروف دين، حسين حيا بزمله وقدم العلم الثمين. وابني فهم على جنوبه من شسار ومن يمين، وانت وفيت ما لا حكم لا شكو املام. الله يحييكم يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاتنا دعوة من زميلنا حسين الفهد، ولبينا هذه الدعوة وشفنا شيء مشرف وبيض الله وجيهكم. جبنا جينا بواجب، وإن شاء الله أنه يكون طيب، مبلغ وقدره 6200. والله يسلمكم، حياكم الله. والله يحييكم وافين وحياكم الله، وما داكم يشرف حضوركم تشرين، حياكم الله. لا نقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العريس بارك الله له وبارك عليه جمع بينكم الخير. إن عندنا مشاركة جنوبية كده، الهدف منها يعني زي ما تكون شكل شيء في الحبل شوية، الحبل مكتمل وجودكم جميعا. الله يحييك. اسمحوا لنا يعني بالقصيدة. تفضل 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 تفضل. أعطونا القهوة يا ولد. جاسر مرحبا. جاسر. يا سلام الله يا ابو جاسر ويا دعوة بني فهم. والله ان ما لفينا الليلة هذا الا نود الواجب. بعد ما جتنا عزيمة من حسين الله يسلمه، ونحن تشرفنا رنا نصل عند الذي شراكم. يا قبيلة عز الله بالشجاعة والكرام والجودة، والله ميزكم بعزة نفس وكرم كف وطيب وهيبة. انتم اهل المدح والبارود، وانتم جيش بن سعودة. عن قبيلة فهم برده وباقل وانعم، الكرم والجود فقره في رجاجيل الفامية، الكرم والجود فقره في رجاجيل الفامية. الله يحييكم جميعا.